خلونا نبتدي دلوقتي بالأخبار اللي معانا، وأهمها وصول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كينيا امبارح للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي. ودي القمة التنسيقية اللي تم استحداثها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي. كمان امبارح الحكومة نفت الشائعات اللي ترددت بخصوص تجريف الأشجار النادرة في حديقة الحيوان بالجيزة أثناء تطويرها. الحكومة أكدت أن ده مش حقيقي، وأن خطة التطوير هدفها الحقيقي هو إعادة الحديقة لرونقها وطابعها التراثي. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، أبرزها وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لكينيا للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي. هذه القمة التنسيقية الإفريقية تم استحداثها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي اتصالاً بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلاً عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصة ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، واللي بيعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تحت الرئاسة المصرية عام 2019. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لتجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان بالجيزة تزامناً مع بدء تنفيذ خطة تطويرها، وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه لا يمكن المساس بأي من النباتات والأشجار النادرة المتواجدة بحديقة الحيوان، وأكد إنه بيجري تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدمتها مع الحفاظ على النباتات والأشجار النادرة بها، وده بهدف تعظيم الاستفادة من مقاومتها وإعادتها لرونقها وطابعها التراثي بما يليق بزوارها من المواطنين، لتكون حديقة الحيوان على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية. امبارح انطلق برنامج وفعاليات المبادرة الصيفية ثقافتنا في أجازتنا، واللي هتستمر لحد منتصف شهر سبتمبر القادم، من خلال تنظيم سلسلة من البرامج والأنشطة بقرى ونبوع محافظات الجمهورية، وكذلك بالشواطئ والساحات والأندية وأماكن تجمعات الجمهور خلال فترة الأجازة الصيفية، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من المواطنين على مستوى الجمهورية. امبارح ألقت صحيفة بيزنس انسايدر أفريكا الضوء على قائمة بنك جنوب أفريقيا راند ميرشنت RMB لأفضل 10 دول جاذبة للاستثمار في أفريقيا العام الجاري، وقالت إن مصر تحتل المرتبة الأولى كوجهة استثمارية رائدة في أفريقيا، تليها المغرب في المركز الثاني، ثم جنوب أفريقيا في الثالث، ورواندا في الرابع، وبوتسوانا في الخامس. وقالت صحيفة بيزنس انسايدر أفريكا إن القائمة تستهدف المستثمرين اللي بيتطلعوا لاستكشاف الأصول الحقيقية في الاقتصاد أو بيتطلعوا لتوسيع الأعمال التجارية اللي بتعتمد على البنية التحتية. بالنسبة لأخبار المحافظات، في محافظة المنوفية مبادرة 100 يوم صحة قدمت خدمات طبية وعلاجية ل 220 ألف مواطن. أما في محافظة الغربية فتم رصف طريق كورنيش سمنود بتكلفة وصلت ل 71 مليون جنيه. كمان في المنيا تم فحص 32 ألف من المقبلين على الزواج ضمن المبادرة الرئاسية، وفي الشرقية ارتفعت نسبة توريد القمح لمواقع التخزين ل 535 ألف طن. تفاصيل وأخبار أكتر من المحافظات في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في المنوفية كثفت مديرية الصحة جهودها ضمن مبادرة 100 يوم صحة، وتم توقيع الكشف الطبي على 220 ألف مواطن في مختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة. في أسوان شهدت المحافظة افتتاح مسجدين بقرية بلانة مركز نصر النوبة، بالإضافة لافتتاح محطة تنقية مياه الشرب. كمان تم تسليم 24 صياد من صغار الصيادين من أهالي قرية الرغامة مركز كومامبو مراكز صيد حديثة وأجهزة صيد بتكلفة إجمالية تقارب 750 ألف جنيه. في السويس هتشهد المحافظة انطلاق أول مهرجان للمانجو يوم الخميس اللي جاي على كورنيش المحافظة الجديد. هيشارك في المهرجان أصحاب المزارع الخاصة بالمانجو بالمحافظة، وهيكون في عروض فنية لموسيقى السمسمية وعدد من الفرق الفنية المختلفة.
في الغربية نفذت المحافظة أعمال رصف طريق كورنيش سمنود المقام على ترعة الساحل بنسبة تخطت 90% بطول 2500 متر وعرض 10 أمتار بتكلفة 71.1 مليون جنيه، وهتشمل الأعمال تركيب أعمدة إنارة ديكورية ووضع مقاعد ومظلات للمواطنين وإنشاء أرصفة وتركيب إنترلوك ليصبح متنفس حضاري للمواطنين إلى جانب كونه محور مروري بيساهم في تقليل الازدحام المروري. في المنيا أجرت مديرية الصحة الفحص الطبي لما يقرب من 32 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين من المقبلين على الزواج بالمحافظة، وده منذ انطلاق المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج نهاية فبراير الماضي وحتى الأسبوع الأول من يوليو الجاري. بتشمل المبادرة حزمة من الفحوصات الطبية للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية للتأكد من خلوهم من الأمراض اللي قد تؤثر عليهم في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهم. في الشرقية أكدت مديرية التموين أن ما تم توريده من الأقماح بلغ 535,308 طن و849 كيلو قمح، وبيحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام. في الإسكندرية أعلنت مديرية الشؤون الصحية أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1642 مريض من أهالي منطقة العجمي في عدد من القوافل الطبية، وتم صرف العلاج مجاناً وتحويل 82 حالة للمستشفيات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى. في بورسعيد أعلنت المحافظة تطوير سوق السيدة خديجة بنطاق حي الضواحي وتحويله لسوق حضاري بيتناسب مع أعمال التطوير اللي بتشهدها المنطقة، فضلاً عن إنشاء مسطحات خضراء وحديقة بالمنطقة، ولن يدار أحد من مؤجري المحلات الحالية بالسوق، وهيتم تسليمهم محال جديدة عقب الانتهاء من إنشاء السوق الحضاري الجديد. في شمال سيناء استقبل مستشفى بئر العبد التخصصي 22 طبيب من 4 جامعات لتقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج للمرضى اللي بيترددوا على المستشفيات من جميع أنحاء المحافظة.